نعى الوسط الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة اللاعب الخلوق المغفور له بإذن الله ذياب عوانة. في مثل هذا اليوم سنة 2011 تلقى الوسط الرياضي خبر صادم بوفاة نجم الكرة الإماراتية ذياب عوانة بسبب حادث سير أليم تعرض له خلال العودة من تدريبات المنتخب. ذياب عوانة هو صاحب أشهر ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم بسبب تسجيل الهدف بكعب القدم في مرمى لبنان خلال مباراة ودية، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في تصفيات أولمبياد لندن 2012، لكن الله ما كتب للمشاركة التاريخية في الأولمبياد بسبب وفاته قبل 6 شهور من تأهل المنتخب الأولمبي. تسببت وفاة اللاعب ذياب عوانة في صدمة كبيرة للشارع الرياضي، وشارك في تشيع جثمانه أعداد كبيرة من الناس. أطلق اتحاد الكرة الإماراتي اسم ذياب عوانة على ملعبه الجديد في دبي تقديرا لما قدمه اللاعب من عطاء للكرة الإماراتية. رحم الله اللاعب الخلوق ذياب عوانة وجميع موتانا وموتى المسلمين.